تحياتي. ليونيل ميسي فاز يوم أمس بجائزة الأفضل للمرة السادسة في تاريخه. ليونيل ميسي أثبت مرة ثانية أنه لاعب خارج الحسابات وخارج المنطق. طبعاً بعيداً عن الجائزة واستحقاقه إلها، اللي شاهدوا كرة القدم بيعرفوا أنه يستحقها. في شيء لفت الانتباه، فكرة The Goat أو أنه الماعز زي ما يسمى، وهي اختصار لكلمة Greatest of All Time، معناها الأفضل في التاريخ. ميسي بالنسبة إلي جعل للماعز هيبة، حوله لأسد، لأنه الناس الآن أصبحت تراها مديح، تراها شيء إيجابي أن تكون ماعز. في حين لو جينا سألنا أي طفل أنت شو حيوانك المفضل، مستحيل يختار الماعز، دائما حيقول لك أسد، نمر، وكل هالحيوانات، حصان وغيرها. أما أن يصبح الماعز هو المديح وهو الإيجاب، هذا الشيء ما بيعمله إلا ليونيل ميسي. لو دورنا في ثقافتنا العربية، بثقافة أي دول، ما حتلقى أبيات شعر بتمدح الماعز، ما حتلقى شيء بتغنى بشجاعة شخص أو تميز شخص لأنه ماعز. ليونيل ميسي تأثيره أكثر بكثير من مجرد كرة قدم، تأثيره أنه بيلعب بعقول الناس لمستوى غير نظرتها لكائنات عايشة معنا من آلاف السنين، عمرنا ما احترمناها بشكل كافي إلا لما إجا ليونيل ميسي.